إذا كنتي غادي فوق قطار كيمشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، إذا رميتي كرة بسرعة 20 كيلومتر في الساعة في نفس اتجاه القطار، فإن الكرة غتتحرك بسرعة 20 كيلومتر في الساعة من المنظور ديالك أنت، ولكن من منظور الشخص كيوقف برا وكيشوف هاد القطار دايز، فإن الكرة غتتحرك بسرعة 120 كيلومتر في الساعة اللي هي مجموع سرعة القطار بالإضافة إلى سرعة الكرة. هاد المنطق تقدر تستعمله في أي بلاصة، في أي جسم متحرك، بل حتى وأنت على الأرض. إذا كنتي جالس على الكرسي، اللي جالس حداك وكيشوفك كيشوفك ثابت، ولكن هاد الثبات نسبي، لأنه إذا كان شي واحد كيشوفك من فوق الكرة الأرضية فراه كيشوفك كتحرك بسرعة 1670 كيلومتر في الساعة اللي هي سرعة دوران الأرض حول نفسها. غير هو خليني نقولك أن هادشي كامل اللي عاودتولك لا ينطبق بتاتا على سرعة الضوء. إذا كنتي كتقود سيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وفجأة قررتي أنك تشعل الضوء ديال السيارة، فراه الضوء غيتحرك بسرعة الضوء بالضبط وما غيتسوقش للأجسام ولا للحركة. هذا يعني أنه لا ينطبق عليه المثال ديال القطار والكرة، هو ملي غينطلق من المصباح غينطلق بسرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية، ونفس الشيء للسيد اللي واقف برا كيشوف الطوموبيل شعلات الضوء، غيبان ليه أن الضوء انطلق أيضا بنفس السرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، وبالتالي ما غاديش ينطبق على نفس المثال، وما غاديش يشوف مجموع سرعة الضوء زائد مجموع سرعة السيارة كما درنا مع الكرة والقطار. هذا كيأثر فعلا على الطريقة اللي خصنا نفهمو بها الكون، لأنه إذا كان الضوء ثابت في الفراغ، لأنه إذا كنا كنشوفو الفضاء اللي هو فعليا فراغ، فإن الضوء اللي كنشوفوه قد أتى من الماضي. هذا كيعني لك أنه كل ما شفنا بعيد، كل ما احنا كنشوفو الماضي، إذا السماء ديال الليل هي حرفيا آلة من الزمن. وهذا غيدينا للسؤال الآخر، إذا بقينا كنشوفو الأبعد ما يمكن، شنو غنشوفو؟ إلى فقتي الصباح ووجهت النظر ديالك إلى شروق الشمس، شنو رأيك اللي قلت لك أنه الشمس غير موجودة هناك، بمعنى أنها لا توجد فوق الأفق قبل دقيقتين على الأقل. بالمختصر شروق الشمس هو مجرد وهم. الغلاف الجوي ديال الأرض كيتني أشعة الشمس الآتية وكيردها بحال العدسة ملي كتشاف، بمعنى أننا كنشوفو صورة الشمس كتنعكس فوق الأفق قبل من أصلا أن الشمس تكون تما. الشمس مجرد سراب، ما هي إلا صورة مشعة عبر واحد المسافة اللي هي كبيرة. كتطلب أشعة الشمس باش توصل للأرض 8 دقائق، هذا كيعني أن الشمس كتبعد على الأرض بـ8 دقائق ضوئية، وهذا كيعني أيضا أننا كنشوفو الشمس كما هي الحالة ديالها قبل 8 ديال الدقائق. وحاجة أخرى، الشمس لا تشرق أبدا، بل الأرض اللي كتدور وحنا كندورو معاها، وكذلك باقي الأجرام السماوية. مثلا القمر بعيد علينا بثانية ضوئية، هذا كيعني أنك تشوف الصورة ديالو قبل ثانية. المشتري بعيد بنصف ساعة ضوئية، يعني كتشوف الصورة ديالو قبل نصف ساعة. نبتون بعيد بأربع ساعات ضوئية، في أي لحظة كتهز عينك بالتلسكوب وتشوف نبتون، أنت كتشوف الصورة ديالو في الماضي قبل أربع ساعات. إلا فهمتي هذا الأمر غتسقطو على جميع المسافات اللي كتربطنا بالنجوم. فقط كاين اختلاف واحد، أن الشمس كتبعد بـ8 دقائق ضوئية، والنجوم الأخرى تبعد من ملايين السنوات الضوئية. وهنا فهمتي في المقدمة شنو قصدت لك، أنه كل ما توغلتي في الفضاء وبعدتي في المسافة، كل ما كترجع للماضي، لأنك كل ما بعدتي كل ما كتشوف هذيك الأجرام على الصورة ديالها فاش يلاه تخلقات. ومن جهة أخرى كل ما بعدتي في المسافة في الفضاء كل ما كتوصل للوقت المبكر جدا. إذا هنا غنرجعوا للسؤال الأول في المقدمة، إلا بقينا غاديين باتجاه الفضاء العميق، شنو هي البلاصة اللي غنوقفوا فيها اللي ما نقدروش نتعداوها؟ بالفعل هادشي درناه وتوغلنا في أعماق الكون، حتى وقفنا عند ما يسمى الخلفية الكونية الميكروويفية اللي كتسمى كوسميك ميكروويف باكراوند CMB. شنو هو هذا؟ هذا هو أقدم ضوء في الكون على الإطلاق، تم الرصد ديالو من البشرية، وهو اللي كيخبرنا بالكثير عن تاريخ ديال الكون. تقدر تبان هذه كصورة عشوائية للإشعاع الكهرومغناطيسي، ولكن المعلومات اللي كيحتوي عليها عميقة بزاف. CMB كان دليل قاطع للبشرية أن السبب العلمي لخلق الكون هو حادث الانفجار العظيم بيك بانك. تخيل أنك تغوص في واحد البحر من الحليب، كتشوف يمينا وشمالا، أشنو غتشوف؟ طبعا الحال ما غتشوف والو غير واحد الضوء اللي هو كثيف بزاف وما كيخليلكش الملامح باش تشوف شنو موراه، وهذا الشيء كله موحد من حولك. هذا مشابه للمحيط والطريقة اللي بدأ بها الكون في وقت مبكر بعد وقت قصير جدا من البيك بانج. هذا المحيط اللي هو معتم كان كيتوسع طوال الوقت، وبقى حوالي 380 ألف سنة من بعد الانفجار العظيم. هنا غتوقع واحد سلسلة من الأحداث الأخرى اللي حولت الكون من معتم إلى شفاف، وهنا غنشرح لك السبب ديال هذا الانتقال ديال
الكون إلى كون شفاف، على الرغم من وجود كثير من الطاقة والكثير من الفوتونات اللي كانت حولها، إلا أنها ما كانتش حرة في الحركة، كانوا كيرتدوا كيعودوا الانتشار. السبب هو أنه الكون كان ساخن بزاف في الوقت اللي كان كتئين الذرات. هذا كيعني أن الإلكترونات ما كانتش مرتبطة بالبروتونات، كانت كل من البروتونات والإلكترونات كيتحركوا بشكل ضعيف. في حالة البلازما ملي كتكون الإلكترونات حرة في التجول، ما يمكنش للفوتونات أنها تدوز من خلالها بدون ما يكون عندها عوائق، بل هي كتفاعل مع الإلكترونات وكتبدأ تشتت. بمعنى إذا ما كانش إلكترونات، الفوتونات غتتحرك بكل حرية، ولكن مع وجود الإلكترونات هنا الفوتونات كتبدأ تشتت، وهذا التشتت اللي كدير هو اللي كيمنع هذا الضوء باش أنه يوصل إلى العينين ديالك مباشرة، بل غيكون مبعثر بشكل عشوائي ومخربق. لهذا فانت اللي كتشوف هذا الضوء ممكن لكش تحدد اي ميزات او خصائص هذه الصورة اللي كتشوف. بعد حوالي 380 الف سنة من البيك بانج، الكون بدأ يبرد الى حوالي 2700 درجة مئوية. بالمعيار ديالنا مازال هادشي سخون، حوالي ضعف سخونة الحديد السائل، لكن بالمعيار ديال الكون اخيرا الكون ولات عنده طاقة منخفضة بما يكفيه، بحيث يمكن للالكترونات انها تتحد مع البروتونات باش يكونوا ذرات الهيدروجين والهيليوم المستقرة. وهنا رسميا في هذه النقطة اصبح الكون شفافا. علاش؟ لان الفوتونات اصبحت الان حرة باش تنتقل من احد اطراف الكون الى الطرف الاخر من دون من انها تشتت بسبب الالكترونات. خلال 13.8 مليار سنة التالية توسع الكون مع توسع الفضاء، ونظرا لأن سرعة الضوء ثابتة كيزداد الطول الموجي للفوتونات مع هذا التوسع. هذا التمدد كيخفض لنا الطاقة ديال الفوتونات، لذلك ملي انطلق الضوء كانت الفوتونات نشيطة جدا، ولكن هذا الضوء اللي كيجي حتى كيوصل لنا بعد مليارات السنين إلى الأرض كيكون التردد ديالو أقل، كيوصل لمرحلة ديال الميكروويف اللي مراها كتجي الموجة ديال الراديو. اللي غتفهم من هذا الامر ان الضوء ملي انطلق قبل مليارات السنين ماشي هو نفس الضوء اللي وصلك باش تشوفه بالعين ديالك. بمجرد نظر البشريه الى هذه الصوره ديال السي ام بي قدرنا نفهموا بزاف حول الكون، حول العمر ديالو، حول الطريقه ديال الانشاء ديالو. والسي ام بي براسو كيعطينا فكره عن كيفيه تشكل الكون على الارجح، هو دليل قوي على نظريه التضخم الكوني في الكون المبكر جدا. التضخم الكوني هي النظريه اللي كتقول بان الكون المبكر توسع من نقطه متناهيه الصغر، وبعد لذلك استمر في التوسع إلى يومنا هذا، ولكن بمعدل أبطأ بكثير من أول 10 أس ناقص 36 ثانية. هذا لأنه الضوء براسه تمدد، بمعنى أنه الضوء انطلق بحلاكة ولكن وصلك بحلاكة. يعني كون ما تمددش الضوء كانت توصلك الصورة ديال المجرات هكذا. الضوء اللي كيكون قديم كيكون خافت جدا بحال الشبح في الليل. مثلا شوف معي هذه النقطة الحمراء ديال الضوء، هذه إحدى أقدم المجرات اللي ممكن نشوفوها. أنت حاليا كتشوف إلى ضوء نجم حقيقي العمر ديالو 13.4 مليار سنة. الصورة التقطها مرصد هابل الفضائي. هذا الضوء جاينا من أول جيل من النجوم. لك أن تتخيل أن هذا الضوء ديال هذا النجم فاش انطلق أصلا الأرض والشمس وضرب التبانة كاملة ما كانش ليهم موجود. فهمتي دابا علاش قلت لك في الأول أن كل ما توغلتي في الفضاء كل ما كترجع إلى الفضاء المبكر وكتسافر عبر الزمان للوراء، كتسافر إلى بداية الوقت. بصراحة لا غريب أو لا عجب من أن الإنسان يكذب هذه العلوم. أو الجملة الشهيرة، وهذا النجم بعيد ب 10 مليار سنة ضوئية، كي داروا شدوه من هنايا؟ هادشي غير كذوب. طبيعي جدا لأنه كيتعامل مع التلسكوب، أنه كيزومي على النجوم. من هنا غتكون فهمتي أنه إحنا في الأرض ما كنزومي على حتى شي حاجة في الفضاء، مريحين في بلاصتنا والضوء كيوصل عندنا باش كنفحصوا الأطياف ديالو. لأنه إلا كنا كنزومي على الحاجة كما كيعتقد الأخ كنا غنشوفوا النجوم آنية في الوقت ديالها الحاضر كيفاش دايره. هنا فهمتي علاش النجوم والكواكب اللي كنرصدوها كنرصدوا الصورة ديالها اللي كانت عليها في الوقت اللي انطلق الضوء من عندها ووصل عندنا باش نفحصوه. وهذا تفسير علاش أنه دراسة عين الفضاء أسهل بكثير من اكتشاف المحيطات، لأن المحيط خصك أنت تهبط عنده، أما الفضاء هو اللي كيجي عندك. ملي كتسافر بسرعة الضوء كاين واحد القوانين اللي خاصك تخضع ليها. ملي كتحرك في الكون بسرعة تقارب سرعة الضوء واللي كيسميها اينشتاين بالمبادئ النسبية. مثلا تخيل شي واحد سايق دراجة نارية وكيقودها عبر الكون، الضوء غيتحرك بنفس السرعة سواء كانت الدراجة متوقفة او تتحرك. السرعة ديال المصباح اللي يطلق الضوء لا ينضاف الى سرعة الدراجة. هذه احد المبادئ ديال النسبية اللي عاونتنا باش نفهموا الكون. فبدون مبادئ النظرية النسبية وبدون فهمنا لأساسيات الضوء شكون عارف؟ وقيل لحد يومنا هذا
كنا غنعتقد أن الأرض هي مركز الكون، كتدور عليها حفنة صغيرة من النجوم والكواكب. بل أكثر من ذلك، ما كناش غنرسلوا رسائل آنية، بل لمجرد رسالة بسيطة كنتي غتحتاج ترسلها كتابيا عبر البريد،